السبت وان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب صن داونز. ليه لا؟ ما نكسبش صن داونز هناك، يعني احنا قادرين وعندنا فرقه محترمه. بالتالي انا عايز اتكلم مع حضراتكم شويه على الكواليس، اخر اخبار الفريق ايه قبل هذه المباراه. البعثه خلاص وصلت، يعني الرحله كانت بالتحديد ابتدت من تمام الساعه 11:30 مساء، خدت حوالي 10 ساعات، يعني تقريبا وصلوا الساعه 9:30 صباحا بتوقيت القاهره، وهو بالمناسبه نفس توقيت جنوب افريقيا يعني. فبالتالي رحلة طويلة شوية، لكن كانت دايركت طيران مباشر من القاهرة لجوهانسبرغ، وبعد ما وصلوا جوهانسبرغ خدوا ساعة في الطريق لحد مدينة بريتوريا، واللي هيكون عليها أو اللي هيكون فيها مباراة الأهلي وصن داونز بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. كان في استقبال البعثة السفير شريف عيسى، كان موجود واستقبل بعثة النادي الأهلي، طبعا كان معاه أيضا القنصل كريم الخشاب، استقبلوا البعثة ورتبوا كل الأمور كمان قبل استقبال بعثة الفريق في جوهانسبرغ، واكيد كان معاهم كمان كابتن سمير عدلي اللي سبق البعثة ب 24 ساعة قبل سفر الفريق. خلينا نقول لحضراتكم ان في تأمين مكثف لبعثة الاهلي هناك في جوهانسبرغ، بالتحديد بعد ما وصلوا لمطار جوهانسبرغ والتحرك لبريتوريا، كان تأمين مكثف الامور يعني الطبيعية ماشية بشكل جيد جدا. الامطار استقبلت البعثة هناك في جنوب افريقيا، المناخ دايما بيبقى متغير في البلدان الافريقية يعني ده بشكل طبيعي، لكن هنعرف بشكل اكبر من خلال زميلنا فاروق صلاح بعد قليل كل ما يتعلق بالكواليس. خليني اقول لحضراتكم كمان ان الكابتن سعيد عبد الحفيظ ابلغ مستر فايلر بكافه ترتيبات البعثه في جنوب افريقيا بعد التنسيق الكامل مع كابتن سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي، واللي كان موجود قبل البعثه ب 24 ساعه، ويعني بلغه بكل الامور التنسيقيه الخاصه بالملعب اللي هيستضيف تدريبات النادي الاهلي، كل الاجواء يعني اللي موجوده هناك. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان ان النهارده هيبقى في مران خفيف، هو المران تقريبا في هذه اللحظات، وعايز كمان اطمن حضراتكم على جاهزيه اجاييه، الامور بالنسبه له جيده، والجهاز الطبي اكد ان اجاييه جاهز، هو عانى من بعض الاجهاد في المباراه الاخيره امام صن داونز بعد المجهود الكبير اللي بذله في هذه المباراه. نفس الحال بالنسبه لاحمد فتحي، هيبقى ليه فحص طبي النهارده، هنعرف برضو بشكل اكبر بعد قليل، بجانب علي معلول اللي كان ليه تجهيز بدني خاص بعد شكوته من اجهاد في العضله الاماميه. طيب احنا عايزين نعيش الكواليس لحظه بلحظه كده ونقرب من الصوره بشكل اكبر عشان نطمن على فرقتنا هناك في جنوب افريقيا. خليني سريعا اروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره، وهو مرافق البعثه هناك في جنوب افريقيا عشان يطمننا على كل ما يتعلق بفريق النادي الأهلي هناك. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك زميلي أمير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من جنوب إفريقيا بالتحديد العاصمة الدبلوماسية بريتوريا، مقر إقامة فريق النادي الأهلي واستعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة الإياب أمام فريق صن داونز في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. معاك يا أمير الكواليس زي ما أنت عارف فريق النادي الأهلي الطائرة متوجهاً إلى جنوب إفريقيا في رحلة استغرقت 8 ساعات. وصل فريق النادي الأهلي إلى عاصمة جوهانسبرغ في تمام الساعة 7 صباحاً، ثم استقل الفريق حافلة من جوهانسبرغ إلى بريتوريا اللي بتبعد عن جوهانسبرغ 65 كيلو. وصل الفريق خلال ساعة إلى مقر الإقامة ببريتوريا. كان موجود في استقبال بعثة النادي الأهلي معالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية هنا بجنوب أفريقيا، أيضا المسؤولين والمدير الإقليمي لمصر للطيران الأستاذ حسام زكي كان في استقبال بعثة النادي الأهلي. زي ما قلت لك أمير عايزين نطمن كل جماهير النادي الأهلي على كل الأخبار، كل الكواليس. من النقاط المهمة جدا يا أمير اللي أنا عايز من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي اللي احنا نشيد، عايز أشيد بمستر موسيماني اللي بيضرب المثل وبيضرب الحب والاحترام للنادي الاهلي، انه كان ايضا موجود في يعني فريق الاهلي وصن داونز الاثنين كان استقلوا نفس الطائره. مستر موسيماني كان موجود ايضا مع مسؤول الجوازات والانهاء والمساعده في انهاء الاجراءات لفريق النادي الاهلي ويساعد في هذا الامر. من النقاط اللي يعني بتتكلم فيها على حاله التقدير والاحترام اللي مبذوله لفريق النادي الاهلي من كل الموجودين، من فريق صن داونز، من مستر موسيماني، ايضا من المسؤولين
اللاعبين ومسؤول السفاره المصريه والكابتن سمير عدلي اللي كان سبق البعثه. منذ دقائق قليله امير فريق النادي الاهلي كان ادى المران الاول ليه هنا على ملعب بجوار مقر اقامه الفريق من اجل يعني الاستعداد لباقي التمارين في الايام القادمه. الفريق هيستأنف مرانه ان شاء الله غدا باذن الله على الملعب اللي النادي الاهلي هيكمل عليه تمارينه، ملعب توس واني الكليه التكنولوجيه. ثم يعني هستمر النادي الاهلي مرانه يا امير على هذا الملعب حتى يوم الخميس، ثم يوم الجمعه هيكون مران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف احداث اللقاء. برضو يا امير خلينا اطمنك، النهارده كان تمرين خفيف للعيب النادي الاهلي، مستر فايلر حب ان هو يفك الاجواء شويه مع لعيب النادي الاهلي بعد رحله الطيران الشاقه. طبعا النهارده علي معلول تغيب عن المران لشعور باجهاد في العضله الاماميه، ادى من خلاله جلسه للعلاج الطبيعي في الفندق اللي اقامه فريق النادي الاهلي. ويعني طمنا الدكتور خالد محمود ان شاء الله انه هيكون موجود في مران الفريق بمشيئه الله غدا باذن الله. عايز اقول لك يا امير ايضا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كرئيس للبعثه مدي الكثير من الرسائل للاعبي النادي الاهلي، استقبال افراد الجاليه والسفاره المصريه للكابتن محمود الخطيب والحفاوه اللي تم استقبال الكابتن الخطيب بيها مديه اكتر من رساله. الصحافه ايضا هنا والاعلام يا امير اتكلم على المباراه وفوز النادي الاهلي على فريق صن داونز بهدفين في مباراه الذهاب. مستر موسيماني كان ليه تصريح النهارده في وسائل الاعلام بجنوب افريقيا عن اللقاء، وقال ده هزيمتنا امام النادي الاهلي في وسط هذه الاجواء وفي وسط هذه الجماهير الرائعه اللي انا شفتها من النادي الاهلي، اعتقد رساله شيء كان امر متوقع جدا، وانا كنت متوقع هذا الامر في ظل الطفره والحاله اللي بيشهدها فريق النادي الاهلي، لكن انا عندي امل ان انا اكون موجود في اللقاء، ولقاء العوده اللقاء مش هيكون سهل، اعتقد لقاء هيكون صعب، لكن احنا طبعا يا امير بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله تكون رحله موفقه يا امير ونعود ان شاء الله ومعانا تذكره التاهل الى الدور نصف النهائي. انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا عايز اسالك يا فاروق بالتحديد على اجواء الرحله، خصوصا ان الفرقتين كانوا مع بعض في طياره واحده، فقول لي التواصل كان ازاي، الكلام كان فيه كلام مثلا ما بين لاعبي صن داونز لاعبي النادي الاهلي، الاجواء كانت عامله ازاي في الطياره يعني. يعني خليني اقول لك يا امير، هو يعني حاله من الاحترام والتقدير بنشوفها منعكسه من مسؤولي صن داونز لفريق النادي الاهلي، وبالتحديد اللاعبين ومستر موسيماني في علاقه التقدير، ودايما الكلام اللي بنسمعه عن النادي الاهلي وتقديرهم لقيمه النادي الاهلي. ايضا فريق النادي الاهلي الاثنين الفريقين كانوا مع بعض على نفس الطياره زي ما انت زمان قلت لك يا امير، اعتقد الامر ما هو الا مباراه في اطار الروح الرياضيه ما بين الاهلي ومسؤولي وفريق صن داونز. ان شاء الله يا امير تكون مباراه موفقه ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما قلت لك الكواليس داخل الطائره يعني تقدر تقول رحله كانت يعني اكثر من رائعه، رحله موفقه للاعبين او الاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين. خلاص طوينا صفحه مباراه الذهاب 90 دقيقه انتهت، عندنا شوط ثاني مهم جدا امام فريق صن داونز، كل التركيز خلاص لعيبه النادي الاهلي مركزه في هذا اللقاء، عايزين نفرح جماهير النادي الاهلي. كان لنا حديث مع بعض لاعبي النادي الاهلي، اللعيبه كلها بتقول لك يا امير احنا عايزين البطوله، احنا عارفين ان قيمه البطوله عند جماهير النادي الاهلي والبطوله غايبه كتير عن النادي الاهلي، احنا كلنا تصميم كلنا عزيمه ان احنا ان شاء الله نحرز هذه البطوله. صفحه مباراه الذهاب يا امير اللعيبه ما بينهم وبين بعض خلاص قفلوا الصفحه، اعتقد ان اللعيبه الاحساس اللي موجود عند اللاعبين من وجود الكابتن محمود الخطيب كرساله قويه جدا، ان انا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي موجود في ظهر اللعيبه وعايز يوصل للعيبه اكتر من الرساله ان احنا معاكم احنا في ظهركم، ان احنا كلنا بنعيش نفس الحلم اللي بيحلمه كل جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله الحلم هيتحقق وان شاء الله النادي الاهلي هذا الموسم هيتوج بالبطوله الافريقيه بمشيئه الله يا امير. طيب فاروق درجات الحراره عندك بتتراوح ما بين كام وكام يعني، وبالتحديد يوم المباراه يوم السبت القادم هتبقى درجه الحراره كام؟ هل الامطار ده دليل على ان درجات الحراره بارده شويه، ولا احنا عارفين في افريقيا دايما الجو بيبقى متغير يعني، وصف لنا الاجواء هناك بالتحديد فيما يخص المناخ يعني.
يعني بقى خليني اقول لك برضو امير ان الامطار استقبلت فريق النادي الاهلي لدى وصوله الى جوهانسبرغ، اعتقد بشرة خير ان شاء الله لكل جماهير النادي الاهلي. وفي امطار النهارده يا امير، ودرجه الحراره تتراوح ما بين 16 ل 17 درجه مئويه، لكن زي ما يعني ما تابعنا او سالنا ان ده هيكون اخر يوم ان شاء الله لسقوط او طول الامطار، هيتحسن الجو بدءا من الغد ان شاء الله، يعني خلال هذا الاسبوع لحتى موعد مباراه النادي الاهلي هيكون صوره الجو او درجه الحراره هتكون تتراوح ما بين 22 ل 24 درجه مئويه. لكن بصفه عامه الطقس هنا اكثر من رائع يا امير، الظروف مهيئه ان شاء الله ان احنا نتابع مباراه كويسه جدا ومباراه موفقه باذن الله لفريق النادي الاهلي، يقدر من خلالها فريق النادي الاهلي يحقق الانتصار ان شاء الله ومنه ان شاء الله تذكره المرور الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. كيف كان استقبال الجاليه المصريه للنادي الاهلي وتحديد جمهور النادي الاهلي هناك في جوهانسبرغ او في بريتوريا حتى لما وصلتوا بريتوريا؟ احكي لي يا فاروق. يعني اقول لك يا امير ان يعني كل الجاليه المصريه بدءا من السفير معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه بجنوب افريقيا او مسؤولي السفاره المصريه او كل ما ينتمي لجمهوريه مصر العربيه، الجميع برفقه النادي الاهلي برفقه اللاعبين برفقه المسؤولين لتذليل كل العقبات ومساعده فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي في كل الامور داخل جنوب افريقيا. يعني عايز اقول لك يا امير مش سايبيننا في اي مكان. ايضا من النقاط المهمه جدا يا امير برضو اللي انا عايز اوضحها لك ان الكابتن محمود الخطيب حرص والاستاذ طارق قنديل على حضور المران الاول لفريق النادي الاهلي، وكان متواجد الكابتن محمود الخطيب وبيآزر ويساند اللاعبين ويتابع الاجواء. كابتن سمير عدلي ودوره المهم جدا مع افراد الجاليه المصريه اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله بمشيئه الله على ملعب لوكاس موريبي. يعني امير برضه اقول لك كواليس الاستاد، الاستاد بيتسع ل 25,000 متفرج. بدا مسؤولي صن داونز في طرح التذاكر من الامس، طرح تذاكر هذه المباراه. ايضا افراد الجاليه المصريه والجاليه العربيه الموجودين هنا بداوا ان شاء الله ان هم بيحضروا ويجهزوا ويجمعوا بعض ان شاء الله يكونوا موجودين في هذا اللقاء. الجميع ان شاء الله يا امير كلنا خلف حلم واحد، كلنا خلف النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الانتصار، تحقيق التذكره، تحقيق الوصول والمرور والعبور الى دور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا هذا الموسم بمشيئه الله يا امير. برنامج الفريق يا فاروق اخيرا لحد ميعاد المباراه وبالتحديد بكره التمرين هيبقى الساعه كام؟ يعني وصف لنا بشكل اكبر كل ما يتعلق بالفريق بخصوص التدريبات قبل المباراه. يعني اخيرا يا امير الفريق هيستأنف مرانه غدا على ملعب توس واني اللي هو الكليه التكنولوجيه، هيستأنف مرانه في يعني هيبقى تمام الساعه الرابعه او الخامسه عصرا ان شاء الله عصر اليوم، هتبقى الاول مران للنادي الاهلي على ملعب توس واني اللي هو الملعب اللي النادي الاهلي هيخوض عليه مرانه حتى موعد مباراه الاهلي وصن داونز اللي هيكون التمرين الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي هيكون بمشيئه الله يوم الجمعه. ده السيناريو ان شاء الله وده البرنامج فريق النادي الاهلي حتى موعد اللقاء يا امير بمشيئه الله. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله ورحله موفقه، وترجعوا لنا بتذكره التاهل لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. فاروق صلاح زميلنا العزيز مرافق بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا كان معانا على الهواء مباشره من بريتوريا وكل الاستعدادات اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي. بالمناسبه اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي دي لقطات من لحظات قليله جدا، المران الاول للاهلي وهو مران استشفائي بسبب رحله الطيران والاجهاد وكلام من ده يعني، فكل الامور دي بتبقى طبيعيه مع اول مران. لكن بدايه من الغد التدريب الجدية كلها هتكون هناك في بريتوريا بالتحديد للنادي الأهلي. عندك إيه بكرة الثلاث وأربع وخميس وجمعة إن شاء الله تدريبات تكون قوية قوي قبل مباراة يوم السبت، ومن خلال التدريبات دي يقدر مستر ريني فايلر يستقر على الفكر والتشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة والسيناريو اللي محضره لمباراة الإياب بإذن الله تعالى. إحنا عندنا الأفضلية كسبانين 2-0 في مصر، نقدر ان احنا نكسب هناك كمان، جبنا جون هيبقى حسبنا الامور ان شاء الله، ما جبناش جون احنا قادرين ان احنا نامن دفاعاتنا بشكل كويس جدا رغم ان ده مش اسلوب النادي الاهلي. الله اعلم مستر فايلر هيعمل ايه، لكن الاهم بالنسبه لنا احنا ان احنا نصعد، الاهم بالنسبه لنا ان احنا نبقى موجودين في دور نصف النهائي، نقابل بقى الوداد، نقابل النجم، هو طبعا الاقرب الوداد دلوقتي بعد فوزه في مباراه الذهاب على ملعبه 2-0 على النجم الساحلي، لكن ما تضمنش الظروف ايه، الفرق كلها يعني متقاربه فنيا في دور الثمانيه، فبالتالي انت جاهز وانت مركز في المباراه المقبله واللي هتاهلك ان شاء الله لدور نصف النهائي. اكيد نتمنى
لهم كل التوفيق. زي ما حضراتكم شايفين كده هي تدريبات كلها استشفائيه وامر طبيعي وبديهي جدا. جونيور اجاي واضح اهو في الصوره يعني حالته يعني مطمئنه بشكل كبير جدا. برضو خلينا نقول لحضراتكم احمد فتحي اختبار طبي كان ليه قبل المران النهارده وشارك في التدريب بشكل طبيعي، واضح من بعض اللقطات اللي شفتها من شويه ان الامور بالنسبه له جيده. علي معلول اجاد في العضله الاماميه ان شاء الله برضو يعني خلال بكره او بعده بالكثير هيكون بيشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. يعني ان شاء الله الامور كلها في صالح النادي الاهلي. طبعا المكان اللي بيتمرنوا فيه ده مش الملعب اللي هيتمرنوا فيه لحد ميعاد المباراه، طبعا هو في ملعب اللي قال لنا عليه فاروق صلاح ده هيبقى فيه تدريبات النادي الاهلي بخلاف المران الاخير والرئيسي اللي هيكون يوم الجمعه باذن الله على استاد لوكاس موريبي واللي هيستضيف هذه المباراه. ماشي، كل التوفيق لفريقنا الكبير فريق النادي الاهلي وان شاء الله يفرحونا يوم السبت اللي جاي. ده فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي. طبعا كلامنا ما خلص اطلاقا على الفريق واستعداداته لهذه المباراه، وعلى مدار حلقه اليوم هنستعرض كمان بعض الاخبار سواء في الصحف او في المواقع زي ما احنا متعودين دايما. لكن خلينا نتكلم مع حضراتكم شويه عن اهم مباريات الامس في مختلف البطولات العالميه. يعني خلينا مثلا نبتدي بكاس الكونفدراليه الافريقيه. زاناكو الزامبي خسر من بيراميدز المصري 3-0، نتيجه كبيره. اهداف علي جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد خارج الارض، اكيد يعني خلاص التأهل حسم بنسبة 99.9% يعني لبيراميدز. نتمنى لهم كل التوفيق. انيمبا تعادل مع حورية كوناكري 1-1 في نيجيريا. النصر الليبي خسر من حسنية أغادير المغربي 5-0، والمصري اتعادل مع نهضة بركان 2-2 هنا على في مصر. مباراة الفريق المصري دي بطولة كأس الكونفدرالية. بالنسبة للدوري الإنجليزي مانشستر سيتي وأرسنال ده مباراة كانت مؤجلة ما اتلعبتش، وإيفرتون اتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في مباراة كانت قوية جدا، وتوتنهام هوتسبير خسر من ويلفرهامبتون 3-2 على ملعب توتنهام. بالنسبة للدوري الأسباني اشبيليه خسر او كسب اوساسونا 3-2، اتلتيك بلباو فاز على فياريال 1-0، اسبانيول تعادل مع اتلتيكو مدريد 1-1، ريال مايوركا خسر من ختافي 1-0. والمباراه الاهم اكيد اللي كلنا تابعناها مباراه ريال مدريد وبرشلونه، والحمد لله ريال مدريد فاز 2-0 في مباراه كانت قويه جدا في الحقيقه، واداء فني كان رائع من الفرقتين. الشوط الاول يعني مباراه كانت متوسطه شويه، الشوط الثاني كان ريال مدريد متفوق بشكل كبير بيضغط في كل حته في الملعب، قدروا ان هم يحرزوا هدف في الدقيقه 71 عن طريق فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي الصغير اللي مش موفق اصلا خالص، بس الكره قدر ان هو يحرزها هدف. ايضا هدف في الدقيقه 92 من الوقت الضايع عن طريق اللاعب ماريانو دياز، واول دقيقه ليه في كل البطولات مع ريال مدريد احرز هدف في هذا الموسم تحديدا، يعني احرز هدف في برشلونه. فبالتالي نتيجه 2-0 ريال مدريد، وريال مدريد اصبح متصدر لبطوله الدوري الاسباني فارق نقطه عن فريق برشلونه. امبارح كمان كان في مباراه نهائي كاس الرابطه وخلصت بفوز مانشستر سيتي على استون فيلا بنتيجه 2-1. تريزيجيه شارك في المباراه على حساب احمد المحمدي في الدقيقه 70 على ما اتذكر، والمباراه انتهت بفوز مانشستر سيتي عشان يبقى اللقب رقم 3 على التوالي بالتحديد في بطوله الانديه المحترفه الانجليزيه. دي كانت بعض اهم الاخبار مع بدايه حلقه اليوم، لكن لسه في اخبار اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده في الصحف، نروح نشوفها. جريده الاهرام: الاهلي يتدرب على ملعب الجامعه ببريتوريا استعدادا لمواجهه سان داونز. بايلر يشيد بدعم الجماهير، واحتجاج رسمي على تعيين جسامة حكما لمباراة الإياب. الأخبار: الأهلي يشحن أسلحته إلى بريتوريا، الخطيب رئيسا للبعثة في جنوب أفريقيا واستمرار استبعاد كهرباء. الأخبار المسائي: الاستقرار في العودة، الأهلي يسافر إلى جنوب أفريقيا بقائمة مباراة الذهاب أمام سان داونز. الجمهورية: التأهل غير مضمون، الأهلي وصن داونز في الهوى سوا. الشروق: بعد الفوز بثنائية على سان داونز، فايلر للاعب الأهلي: مهمتنا لم تنتهي وتنتظرنا مواجهة شرسة في بريتوريا. السويسري: اللعب أمام جمهورنا متعة ولن أسمح بالتدخل في قراراته. المصري اليوم: يا أهلي واصل مشوارك، المربع الذهبي في انتظارك بإذن الله. نقص الأكسجين في بريتوريا يثير المخاوف قبل مواجهة سان داونز ومكافآت خاصة للتأهل.
الوطن، غيابات بالجمله في الاهلي عن رحله العوده امام سان داونز. الاحمر والاولاد على متن طائره واحده. معلول يشتكي من العضله الخلفيه، وبايلر يصف مباراه العوده بالخطر. المسا، الاهلي لا يعرف الراحه. البعثه تصل جنوب افريقيا بعد 8 ساعات. الفريق يتدرب الليله على ملعب الجامعه في بريتوريا. الخطيب استشار طبيبه قبل السفر ويؤكد على اهميه المباراه. 20 لاعبا في قائمه لقاء السبت، وسبعات كهرباء وصبحي وثلاثه اخرين. الجهاز الفني ينفي وجود ازمه في الجبهه اليسرى واصابه معلول واجاي بسيطه. الدستور، صبحي وكهرباء يغيبان عن لقاء سان داونز، والجهاز الفني يطمئن على اصابه معلول وفتحي واجاي. الاهلي يصل الى جنوب افريقيا، وبايدر يعتمد على قائمه الذهاب. في احراز الكاس الامريكيه الغاليه يتحقق في مصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عزيزا. النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كره عرضيه، فاروق عرضيه عاليه وبيحطها زاويه زبط. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، والله سي السيد. خالد دخلت بيبو يعوض مفرده. محمد فاروق طرد بيبو. الله هقول كمان مبروك لمصر. طبعا دي بطوله دوري ابطال افريقيا 2001، والاهلي تفوق فيها في النهائي على فريق سان داونز ذهابا على ما اتذكر كان 1-1 النتيجه، وفي العوده قدرنا ان احنا نفوز 3-0 في مباراه كانت كبيره جدا، بخلاف طبعا مباراه كايزر تشيفز اللي كانت في السوبر افريقي كسبنا 4-1، واكيد حضراتكم فاكرين المباراتين دول تحديدا. نبتدي بجريده الاهرام واللي اتكلمت على استعدادات النادي الاهلي لمباراه سان داونز، وقالت ان الاهلي يتدرب على ملعب الجامعه في بريتوريا استعدادا لمواجهه سان داونز، وده اللي هيحصل بدايه من الغد باذن الله تعالى. فايلر رشيد بدعم الجماهير، طبعا دعم الجماهير في مباراه سان داونز الاخيره غير مسبوق ومتعودين عليه دايما من جمهور النادي الاهلي، ما بالك بقى ايه لما يكون الاستاد يعني مملوء عن اخره، يعني عدد جماهير كبيره هيبقى الشكل افضل من كده بكتير يعني. لكن في كل الاحوال جمهور النادي الاهلي كان عنصر اساسي في فوز الاهلي وتفوقه على سان داونز في مباراه الذهاب باذن الله. ان شاء الله الجاليه المصريه وجماهير الاهلي اللي هناك يكونوا ايضا عنصر اساسي في حجز تذكره التاهل لدور نصف النهائي من نفس البطوله. الكلام هنا كمان في الاهرام على ايه؟ احتجاج رسمي على تعيين جسامه حكم لمباراه الاياب. وانا خليني اقول لحضراتكم ان كان في برضه محاولات زي ما قلت لحضراتكم امبارح بخصوص تغيير حكم المباراه من خلال التواصل مع الكاف ولجنه الحكام، لكن الموضوع خلينا اقول مع الكاف تحديدا، لكن الموضوع يعني ما حصلش، وان هم ما غيروش الحكم، وبكاري جسامه هو اللي موجود في مباراه الاياب. في كل الاحوال احنا عندنا تخوف من بكاري جسامه، لكن نتمنى ان هو الراجل اليوم ده يكون كده ايه في يومه ومركز وما يبصش مين على الوان التيشيرتات خالص وما يتحيز لاي فرقه. احنا عايزين عداله في الملعب، واللي افضل هو اللي يكسب ان شاء الله. الافضل يكون الاهلي، فمش عايزين اي تحيز منه يعني باذن الله تعالى. عندنا سوابق كتير قوي معاه بصراحه يعني، لكن ان شاء الله خير. خلينا نروح لجريده الاخبار واللي بتتكلم على ان الاهلي يشحن اسلحته الى بريتوريا. اسلحه الاهلي كلها جاهزه وكله هناك ووصل والدنيا زي الفل. الخطيب رئيس البعثه في جنوب افريقيا، وده اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم، استمرار استبعاد كهرباء، وده قرار خاص بمستر رينيه فايلر زي ما هو اكد في المؤتمر الصحفي عقب مباراه الذهاب. الاخبار المسائي والاستقرار في العوده، الكلام على ان الاهلي يسافر الى جنوب افريقيا بقائمه مباراه الذهاب امام سان داونز. زي هي القائمه 20 لاعب. خلينا نفكر بعد كده بالقائمه، راحت فين القائمه؟ القائمه معانا اهي، قائمه النادي الاهلي لمباراه سان داونز تتمثل في 20 لاعب. ال 20 لاعب هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ووليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي قفشه وعلي معلول واحمد الشيخ واليو بادجي واحمد فتحي وجونيور اجاي وجيرالدو ومحمد هاني. القايمه كلها يعني في الحقيقه مميزه جدا، ولاعبين ممتازين ان شاء الله باذن الله يقدروا ان هم يرجعوا بتذكره التاهل يوم السبت باذن الله تعالى. دي قايمه الاهلي، وهي هي قايمه الفريق في مباراه الذهاب. طيب نروح للجمهوريه واللي بتتكلم عن المباراه ايضا، والكل خلاص بقى حديث كله عن مباراه الاهلي وسان داونز. يعني التاهل غير مضمون، طبعا غير مضمون عشان نبقى متفقين يعني. كسبنا 2-0 نتيجه حلوه، نتيجه كويسه مش وحشه خالص طبعا يعني، هي احسن من التعادل واحسن من 1-0
واحسن من 2-1 يعني 2-0 ده نتيجه كويسه، لكن هي صعبه في كل الاحوال لان انت هتلعب مباراه الاياب هناك في بريتوريوم، الاجواء فريق قوي زي فريق سان داونز، جمهور عنده جمهور كتير جدا هيحضر المباراه دي، ملعب 25000 متفرج، فبالتالي الجماهير هتبقى يعني واضحه جدا في الاستاد وقريبين من ارضيه الملعب زي ما تابعنا مباراه السنه اللي فاتت، يعني اجواء كلها مختلفه. لكن انت بطل، انت عندك شخصيه كبيره تقدر تتعامل مع كل مثل هذه الاجواء يعني في كل الاحوال، انت النادي الاهلي، انت لاعب في النادي الاهلي، انت مدير فني للنادي الاهلي، فباذن الله باذن الله انا واثق جدا اللي هيكون ناقصنا بس ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي والفرقه، وان شاء الله يقدروا يفرحوا جمهور النادي الاهلي باذن الله. كمان الجمهوريه بتقول ان الاهلي وصن داونز في الهوا سوا، يعني الحسابات اصدام الحسابات يعني غير مضمونه والتاهل غير محسوم لاي فريق من الفرقتين، هيتحسم بس مع انتهاء ال 90 دقيقه ان شاء الله يكون الحسم في صالح النادي الاهلي. الشروق بتتكلم بعد الفوز بثنائيه على صن داونز فايلر للاعبي الاهلي، مهمتنا لم تنتهي، يعني المهمه بتاعتنا لسه ما خلصتش وعندنا مباراه صعبه جدا وشرسه في بريتوريا وده حقيقي. السويسري كمان بيتكلم اللي هو مستر ريني فايلر، قال ان اللعب قدام جمهور الاهلي متعه. مستر فايلر انا عايز اقول لك كمان ان انت ما شفتش الاستاد وهو فيه 100000 اهلاوي، فلما هتشوف كمان المنظر ده هتتمنى ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي ده طول عمرك، يعني لان جمهور النادي الاهلي غير يعني. ففي كل الاحوال طبعا طبعا اللعب قدام جمهور النادي الاهلي متعه في حد ذاته، ومسانده ومؤازره الجمهور دايما بترجح كافه الفريق في اي بطوله من البطولات بشكل عام. يعني الجزئيه المهمه اللي هو بيتكلم فيها والشروق يعني اتكلمت عليها وكلامه في المؤتمر الصحفي هو فيما يتعلق بان هو لن يسمح بالتدخل في قراراته، وده امر معروف جدا بالمناسبه. يعني الموضوع مش متعلق بمستر فايلر بس، يعني مستر فايلر بشكل عام او كل المدربين، يعني ما حدش من اداره النادي الاهلي، مدار مختلف مجالس الادارات في تاريخ النادي الاهلي ما حدش بيتدخل في عمل المدير الفني. ليه؟ انا بسيب المدير الفني يشتغل يخلص شغله احاسبه، لو انا تدخلت هيبقى بقى في كلام، اصل انت تدخلت اصل انت قلت لي مش عارف اعمل ايه ومش عارف. لا، انا واثق فيك كمدير فني، اشتغل خد قراراتك اعمل اللي انت عايزه، انا في الاخر هحاسبك، يعني انا نقيم الامور نقيم الوضع، ينفع تستمر معانا ما ينفعش، ده على حسب نتائجك وقراراتك ودراسه كل ما حدث على مدار الموسم بالكامل. فطبيعي جدا النادي الاهلي ما حدش بيتدخل في قرارات او كل ما يتعلق باي مدير فني يعني بشكل عام، دي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي على مدار التاريخ يعني، فطبيعي ما فيش اي تدخل في قرارات مستر فايلر. تعالوا نروح للمصري اليوم واللي بتقول يا اهلي واصل مشوارك المربع الذهبي في انتظارك باذن الله تعالى، نقص الاكسجين في بريتوريا يثير المخاوف قبل مواجهه صن داونز، يعني ان شاء الله خير، امور طبيعيه في افريقيا ولعبه النادي الاهلي متعوده على الكلام ده، يعني مش عايزين نطلع من دلوقتي اي مبررات، لا اللعيبه رجاله وقادرين يتعاملوا مع اي عقبه تواجههم في مشوارهم باذن الله. مكافآت خاصه للتاهل، دايما موضوع المكافآت ده متروك بقى للجهاز الفني وفي لائحه كده كده موجوده، يعني لو في اي اضافات عليها ده بيخص مدير الكره والجهاز الفني يعني، فهنشوف الكلام ده. الاهم بالنسبه لنا بس الاهم ان احنا نصعد يعني ان شاء الله، المكافآت بقى اي حاجه مش مهم بالنسبه لنا يعني. تعالوا نروح للوطن. الوطن بتتكلم على غيابات بالجمله في الاهلي عن رحله العوده امام صن داونز، مش غيابات بالجمله ولا حاجه، تعالوا نتكلم شويه على الغيابات مع بعض. انت عندك شريف اكرامي مش موجود، كهربا، حسام عاشور، محمود وحيد، صالح جمعه، ورمضان صبحي. طبعا اسماء كبيره ولاعيبه جامده جدا، لكن لما نيجي نتكلم عن الغيابات المؤثره شويه خصوصا في ظل اعتماد مستر فايلر عليهم خلال الفتره اللي فاتت سواء رمضان صبحي او كهربا، تمام، صالح جمعه كده كده من بقاله فتره كبيره بعيد، شريف اكرامي ما بيلعبش لان محمد الشناوي موجود، محمود وحيد، علي معلول هو اللي بيلعب دايما لكن طبعا لعيب كويس جدا، حسام عاشور قيمه وقامه كبيره جدا لكن في نفس الوقت بعيد عن المباريات الرسميه. فانا عايز اقول بس ان الغيابات غير مؤثره اطلاقا على فريق النادي الاهلي، ممكن رمضان يعني مغيب بقاله فتره، كهربا بعيد لاسباب فنيه ورؤيه مستر فايلر، لكن الرجاله اللي كانوا موجودين في مباراه الذهاب هم الموجودين في مباراه الاياب، فان شاء الله باذن الله برضو يقدروا يحققوا نفس الاداء بتاع الشوط الثاني تحديدا عشان نتاهل باذن الله تعالى. فمش عايز يعني مش عايز اكد على موضوع ان الغيابات كثيره ومؤثره وكلام من ده يعني. نكمل الوطن اللي بتقول الاحمر والاولاد على متن طائره واحده، تمام، ده اتكلمنا فيه. معلول يشتكي من العضله الخلفيه، الامور بسيطه بالنسبه له، هي عضله اماميه بالمناسبه مش الخلفيه، واجهاد بسيط جدا
ويلحق المباراه بشكل طبيعي. فايلر يصف مباراه العوده بالخطر، طبعا هي مباراه خطره وصعبه جدا لان انت بتلعب فريق على ارضه وفريق قوي بامكانيات مميزه وفرقه بتلعب كوره كده يعني، فمباراه بكل تاكيد مباراه صعبه ان شاء الله باذن الله فايلر ولاعبيه يقدروا يتعاملوا مع هذه المباراه. المسا بقى وكلام كتير جدا تتكلم على ان الاهلي لا يعرف الراحه، امر طبيعي خلاص فيش وقت الراحه بقى، كان التركيز كله على الماتشات اللي جايه لك لان هي ماتشات كلها حسم يعني ماتش زي اللي جاي ده هيحسم مشوارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، عندك مباريات في الدوري بعد كده، يعني مناسبات كتير جدا الاهلي هيبقى جاهز ليها بشكل كبير، فما فيش وقت للراحه خلاص يعني، واي لعيب محترف ده طبيعي بالنسبه له. البعثه تصل لجنوب افريقيا بعد 8 ساعات اكتر من 8 ساعات كمان 10 ساعات، والفريق يتدرب الليله على ملعب الجامعه في بريتوريا، بكره هيبتدي التدريبات او تبتدي تدريبات في ملعب الجامعه. الخطيب استشار طبيبه ده حقيقي قبل السفر ويؤكد على اهميه المباراه. كابتن الخطيب عارفين طبعا ان هو بيعاني من الام في الظهر، فرحله طويله شويه 10 ساعات سواء وانت رايح او انت راجع، فاكيد استشار الطبيب الخاص بيه والنتج في النهايه ان هو رئيس بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا. الكلام على 20 لاعب كمان في المسا قلناهم لحضراتكم، استبعاد كهربا وصبحي وثلاثه اخرين. الجهاز الفني ينفي وجود ازمه في الجبهه اليسرى، مفيش ازمه ولا حاجه، وعلي معلول جاهز، وهم كمان بيقولوا ان اصابه معلول واجهيه بسيطه. احنا قلنا لحضراتكم كل الكواليس تتعلق بهذه الاصابات، الموضوع بسيط ومفيش اي مشاكل خالص يعني. دي كان بعض اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في المواقع ايه نشوفها. البوابه سبورت، الاهلي يكثف استعداداته في جنوب افريقيا ويرفع شعار جئنا للانتصار. اليوم السابع، فايلر يعالج اخطاء لاعبي الاهلي قبل مواجهه الاياب امام سان داونز. الشروق، مدرب سان داونز من الصعب العوده في النتيجه بعد الخساره بهدفين. ماشي. مبتدا، سفير مصر بجنوب افريقيا اقبال كبير على شراء تذاكر مباراه الاهلي وسان داونز. سوبر كوره، تعرف على شرط الاهلي لشراء رمضان صبحي من هدرسفيلد. المواقع اتكلمت عن النادي الاهلي ايضا وقالت بدايه من البوابه سبورت ان الاهلي يكثف استعداداته لمواجهه سان داونز في جنوب افريقيا ويرفع شعار جئنا الانتصار. ودايما النادي الاهلي يعني حتى لو انت مباراه يعتبر متقدم فيها 2-0 لكن في كل الاحوال اساسي ومعروف عن النادي الاهلي ان هو بيلعب عشان يكسب، ما بيلعبش عشان التعادل، زي ما حصل كده لو تفتكروا في مباراه الهلال السوداني لما رحنا مباراه كانت حاسمه جدا، فانت رحت هناك لعبت على الفوز، جبت هدف قفشه وتعادلت في الاخر فبالتالي صعدت، لكن انت لو بتروح عشان تامن وتلعب بشكل دفاعي وتعايز تخرج بالتعادل وكلام من ده، ده ممكن يجي معاك بنتيجه عكسيه، ممكن تنجح وتتاهل لكن في نفس الوقت لا قدر الله ممكن تيجي بنتيجه عكسيه، فاحنا عارفين دايما وحتى بالتحديد مع مستر فايلر الراجل بيلعب عشان يهاجم عشان يكسب وده المعروف عن النادي الاهلي على طول يعني، فاكيد هتبقى الرغبه الاولى عند لاعبي النادي الاهلي هو الانتصار والفوز هناك على ملعب سان داونز، والهدف الثاني الاهم ان انت ما تستقبلش اهداف كمان في هذه المباراه في اطول فتره ممكنه لحد الدقيقه 90 كده يعني، احنا هنفضل اعصابنا لغايه اخر مباراه في الحقيقه حتى لو النتيجه 0-0، لكن ان شاء الله التوفيق يكون حليف لاعبي النادي الاهلي ويقدروا يتعاملوا في هذه المباراه. تعالوا نروح لليوم السابع واللي بتتكلم عن ان فايلر يعالج اخطاء لاعبي الاهلي قبل مواجهه الاياب امام سان داونز. اكيد اكيد كان في بعض الاخطاء في مباراه الذهاب مستر فايلر ركز عليها هو وجهازه المعاون، بيتم معالجه هذه الاخطاء من خلال المحاضرات الفنيه الدائمه على مدار الفتره الحاليه سواء قبل السفر او لما وصلوا، بالتحديد قبل السفر ما كانش في محاضرات ما كانش في وقت، لكن لما وصلوا اكيد في محاضرات على مدار الايام القادمه كلها يعني حتى موعد المباراه ده يتم اليوم للحديث عن السلبيات اللي عندك وعن السلبيات اللي عند الفريق المنافس والايجابيات اللي عنده، هتعمل ايه معاهم؟ هتشتغل ازاي؟ نخلي بالنا من ايه؟ دي كلها امور فنيه تتعلق بمستر ريني فايلر هو ادرى واحد بيها، احنا عندنا ثقه كبيره جدا في الراجل في الحقيقه، انا عن نفسي انا بثق فيه جدا يعني. وناس كتير من جمهور النادي الاهلي لم يكن جمهور الاهلي بشكل كامل يعني. النتائج الراجل بتتكلم عنه يعني. خلينا نروح للشروق واللي بيقولوا ايه؟ بيقولوا موسيماني طبعا تصريحاته ماشي، مدرب سان داونز من الصعب العوده في النتيجه بعد خساره بهدفين. هو اتكلم كده في موقع كيك اوف الجنوب افريقي وقال ان المباراه الاولى كانت صعبه واحنا لعبنا فريق كبير جدا زي فريق النادي الاهلي، نجحوا في ان هم يتفوقوا علينا بهدفين، مباراه العوده هتبقى صعبه وهيبقى صعب ان احنا نحرز هدفين برضو
عشان نعادل الرقم اللي قدروا يحققوه في مباراه الذهاب. فهي تصريحات كلها نفسيه بالمناسبه، هو عارف كويس قوي ان صن داونز يقدر من وجهه نظره، من وجهه نظر لاعبيه استعداداته. كلامه في الصحف دايما بيبقى مختلف عن كلامه مع لعيبته. يعني هو موسيماني في التصريحات، يعني عايزين نقول ايه، ذكي شويه في تصريحاته، ذكي جدا في اللعب على الجوانب النفسيه، سواء اللي عندك انت كفريق الاهلي او اللي عنده هو كفريق وفريق صن داونز. فمش عايزين نركز قوي في تصريحات موسيماني، احنا بنعرضها لحضرتك وده طبيعي يعني، لكن في نفس الوقت مش مشكله، هو يقول اللي يقوله ويتكلم براحته، مفيش اي مشكله خالص. هو يعني عايز يقول النادي الاهلي ده فريق كبير، طبعا ده معروف وامر مفروغ منه، لكن في نفس الوقت الاجواء هناك، حتى هو في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، مباراه الذهاب، قال احنا ما نضمنش ان احنا نجيب هدف او اثنين، لكن ممكن نجيب اكتر من اثنين، ممكن نجيب ثلاثه واربعه واكتر، في اشاره للمباراه بتاعه السنه اللي فاتت يعني كانت في بريتوريا. فطبيعي هو بيلعب في جانب التصريحات ده، لكن فريق النادي الاهلي مركز ومستر فايلر مركز بشكل كامل في هذه المباراه. مبتدا وسفير مصر بجنوب افريقيا السيد شريف عيسى اتكلم وقال ان اقبال كبير على شراء تذاكر مباراه الاهلي وصن داونز من قبل طبعا جمهور صن داونز. قال كمان ان في جاليه كبيره جدا من مصر، من الجاليه المصريه يعني، هناك هيروحوا هذه المباراه وهيدعموا ويأزروا النادي الاهلي، ان شاء الله يكون ليهم دور بارز في هذه المباراه والمساعده على تاهل الفريق باذن الله. اجواء هناك بالمناسبه اجواء بتبقى حلوه يعني بشكل عام، كبلد كمناخ مش وحش بالمناسبه، لكن دايما الاجواء الجماهيريه بتبقى صعبه بالنسبه لفريق زي فريق صن داونز. يعني المباراه في حد ذاتها في ال 90 دقيقه جوه الملعب كده المباراه بتبقى صعبه في كل الجوانب، محتاجه ايه؟ محتاجه التركيز على مدار ال 90 دقيقه بنسبه 100%، مش اكتر من 100%، لان اكتر من 100% ده هيبقى تركيز زياده على اللزوم، ده يجيب اخطاء. يعني احنا عايزين نركز ونبقى ماشيين بالشكل جيد في هذه المباراه وناخدها كده خطوه خطوه باذن الله في ال 90 دقيقة، يعني دقيقة دقيقة كده واحدة واحدة والدنيا تمشي معانا إن شاء الله، وخصوصا إن إحنا عندنا لعيبة تقيلة. نروح لسوبر كورة، الكلام بقى على رمضان صبحي. المرة دي مش على إصابة، المرة دي على موضوع شراء النادي الأهلي للاعب من هادرسفيلد. وشرط الأهلي لشراء رمضان صبحي من هادرسفيلد، هما هنا بيتكلموا على إن نادر الشوقي وكيل اللاعب قال إن رمضان صبحي سعره حوالي 10 مليون يورو، وأنا أشك جدا في السعر ده، مش عشان هو لعيب قليل، لا طبعا. رمضان صبحي لعيب جامد جدا، لكن ما اعتقدش خالص ان هادرسفيلد يطلب 10 مليون يورو في رمضان صبحي يعني. لكن في كل الاحوال عشان ابقى منطقي مع حضراتكم، الاهلي هيفاوض هادرسفيلد طبعا مؤكد، انا قلت غير كده يبقى انا يعني بقول اي كلام، اكيد الاهلي هيفاوض هادرسفيلد. هل الاهلي ابتدى مفاوضات رسمي مع ما ينفع؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش الاهلي بدا مفاوضات رسميه مع هادرسفيلد ولا لا. دايما احنا هنا هنقول الرسمي عن النادي، النادي ما اعلنش اي حاجه بخصوص المفاوضات، ابتدت هتبتدي، وصلوا المراحل المتقدمه لسه ما وصلوش، الكلام من ده، ده كلام غير معلن. دايما في مسؤولين بيشتغلوا في الملفات بتاعتهم، اكيد في ناس مكلفه بملف رمضان صبحي، توقيت البدء في هذا الملف امتى الله اعلم، ممكن يكون ابتدوا، لكن المؤكد اللي اقدر اكده لحضراتكم اكيد الاهلي هيسعى لشراء رمضان صبحي بشكل كامل مع نهايه هذا الموسم، وخصوصا ان هو اللاعب معار للنادي الاهلي لمده موسم واحد، للأسف اتصاب فترة كبيرة لكن إن شاء الله يرجع سريعا. دي كانت أخبار الأهلي في المواقع، أخبار محلية وعالمية نشوفها. الشروق، وزير الشباب والرياضة، الموسم القادم سيشهد عودة الجماهير بشكل كامل وقانون الرياضة الجديد تطور طبيعي. اليوم السابع، جلسة ساخنة للجنة الخماسية أو للجنة الخماسية لمناقشة توابع مباراتي السوبر والقمة. مبتدأ، البدري يكشف موعد معسكر المنتخب وكهرباء خارج الحسابات أمام توجو. الوطن سبورت، جهاز المنتخب يطلب حضور 50,000 مشجع لمباراة توجو في استاد القاهرة. البوابة سبورت، قلق في المنتخب بسبب العقم التهديفي لثنائي الأهلي والزمالك. في الجول، جوارديولا، التتويج بثلاث كؤوس متتالية نجاح لا يصدق. يلا كورة، زيدان يشيد بفينيسيوس وماريانو ويصرح أنهينا أسبوعا عصيبا بحسم الكلاسيكو. الجمهورية أونلاين، ميسي يدخل تاريخ الكلاسيكو في ليلة سكوت برشلونة أمام ريال مدريد.
سبورت 360 الكلاسيكو يثير حنين رونالدو للعودة إلى ريال مدريد. أرابيا انتهاء موسم هازارد مع ريال مدريد قرار جديد بشأن إصابة اللاعب. كورة الدوري الإيطالي يواجه خطر الإلغاء أمام توغل كورونا. طيب هنعلق على خبرين سريعا بخصوص الأخبار المحلية والعالمية لأن في بعض الأخبار المهمة جدا. خلينا نبتدي بالشروق وكلام وتصريحات مهمة على لسان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بخصوص عودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل بداية الموسم الجديد. عشان أبقى صريح مع حضراتكم، إحنا يعني على الفترة اللي فاتت دي كلها كنا بنسمع الكلام ده، بعض المواسم سمعنا الأمور دي، لكن في كل الأحوال في شغل كبير جدا من الدولة والناس بتسعى في الحقيقه ان هم يرجعوا الجمهور بشكل كامل للمدرجات. المطلوب ايه؟ المطلوب ان الجمهور يساعد في كده، ده امر مهم جدا. احنا نفسنا الحياه الطبيعيه تعود للمدرجات والملاعب المصريه والرياضه المصريه بشكل كامل، لكن اكيد الدوله بتسعى وبتشتغل على كده. في نفس الوقت احنا كجمهور لازم نساعد الدوله في هذه المساعي وفي كيفيه عوده الجماهير للمدرجات من خلال ايه بقى؟ يعني عدم اثاره الشغب، الامور حضراتكم عارفينها يعني. بقى موجود في مدرج، شجع فريقك بكل قوه وحماس، لكن اهم حاجه ما يبقاش فيه اعمال شغب عشان الامور تمشي بشكل ايجابي وجيد. نروح لليوم السابع وبتتكلم عن جلسه ساخنه للجنه الخماسيه لمناقشه توابع مباراتي السوبر والقمه. احنا عارفين طبعا توابع مباريات السوبر والقمه، السوبر حصل فيه ايه؟ الخناقه اللي حصلت بعد الماتش والقرارات الغريبه اللي طلعت من لجنه الانضباط، اكيد هيبقى فيه معالجه للامور دي، لازم هيبقى فيه معالجه. وكمان فيما حدث في مباراه القمه وان نادي الزمالك انسحب وما جاش، وازاي هم هيتعاملوا مع الامر ده. نتمنى لهم التوفيق في اداره الملفات، يعني رغم ان هم للاسف بعض الاحيان او دائما يعني مش بيبقوا موفقين اطلاقا يعني. مبتدا الكلام على ان البدري يكشف موعد معسكر المنتخب. المعسكر هيكون بالتحديد يوم 23 قبل مباراه توجو الاولى في القاهره يوم 26، وان شاء الله باذن الله الامور تمشي بالنسبه لهم بشكل جيد، خصوصا اول ماتشين كانوا منتخب مش موفق فيهم اطلاقا. كهربا خارج الحسابات، اكيد خارج الحسابات، ممكن ما بيشاركش الفتره الاخيره، ده امر طبيعي، لكن لما يشارك هيرجع. طيب دي كانت بعض الاخبار المحليه بتحديدا. هنتكلم على الاخبار العالميه كمان وكل الملفات بشكل عام بالتحديد كمان فيما يخص النادي الاهلي مع ضيفنا العزيز الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي بعد فاصل. استنونا. استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ محسن اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن امير، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، منورنا. منورك يا. خلينا نبتدي ماتش الاهلي كده وناخد الامور واحده واحده من البدايه. تقييمك للاهلي في مباراه صن داونز ومباراه الذهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي عمل المطلوب منه، تمام. ما كانش مطلوب بالمناسبه طبعا، ما كانش مطلوب نتيجه كبيره قوي يعني. الكلام الناس بتتكلم طبعا رابطه موضوع الخمسه ده، دي بتبقى الماتشات دي النتيجه كبيره بتبقى باي لك يعني، بتبقى مباريات لا تتكرر، بدليل ان المباراه دي مهما تكررت لو عدت المباراه دي 100 مره ما تحصلش نفس النتيجه. صح. بتبقى يعني بتبقى خلاص دي اوف بالنسبه للفريق. فريق محظوظ في يوم ده في يوم وده مش في يوم، بتبقى حاجه ثانيه. الرهان بالمناسبه مش على مباراه القاهره، لان مباراه القاهره دائما ابدا النادي الاهلي بيفوز على صن داونز، يمكن حتى السنه اللي فاتت فاز 1-0، المره دي كسب 2-0، قبل كده كسب مرتين 2-0 وكان في 3-0، ده عادي جدا. الرهان على مباراه العوده اللي هي تتلعب في ملعب لوكاس موريبي تقريبا في بريتوريا، هي دي الرهان بالنادي الاهلي. وانا شايف النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا في القصه دي، بدليل سفره في ثاني يوم مباشره على بريتوريا. شايف دي خطوه ايجابيه؟ دي اهم حاجه، ما هي دي يعني بقول لك اهم من الشغل تظبيط الشغل، ده تظبيط الشغل زي ما بيقولوا. بالمناسبه يعني هنتكلم على ده بعدين، بس النادي الرجاء عمل حاجات مشابهه في مباراته مع صن داونز مع مازيمبي. بس خلينا دلوقتي في النادي الاهلي. ده حسن فعل النادي الاهلي، ان النادي الاهلي لما خسر السنه اللي الخساره حتى لو ما كانتش بنتيجه كبيره، فهو خسر العوامل الاخرى، انه لعب في توقيت مثلا اللي هو الساعه 3 الظهر دي مش معتاد على ده، في رطوبه عاليه، في مش عارف نقص اكسجين، الامور دي كلها اثرت على الفريق. زائد الاستسهال شويه، الاهلي ما اداش المباراه حقها السنه اللي فاتت، المره دي لا، الاهلي ادالها حقها تماما، بدليل
رئيس البعثه هو الكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه الصحيه، لانه اصر لانه وجوده بيفرق. يمكن كان اخر مره عملها مباراه طبعا الهلال السوداني راح، لان طبعا دي ماتش حساسه، ده ماتش الصعود، كانت ماتش فارق للنادي الاهلي بيأهله وتأهل منه، كذلك دي مباراه فارقه للنادي الاهلي انه بيدخله نصف النهائي. النادي الاهلي او مست الفرق الكبيره تحديدا منها طبعا او اولها النادي الاهلي، ان هو لما بيقرب للبطوله بيتشبث اكتر، حتى لو عنده اخطاء عنده مشاكل دفوهات في الفريق بتلاقي دايما يلمها. حتى هتلاقي مثلا كان في عنوان حتى انت طرح يعني ذكرته من شويه اللي هو غيابات بالجمله، لا ما فيش غيابات، هي نفس القايمه يعني الغيابات ده كلام تهريج، يعني هي نفس القايمه، خد نفس القايمه ومشي، ومش عايزين اي حاجه تانية تاثر على استقرار الفريق. فعشان كده بقول لك في المجمل النادي الاهلي في رايي قطع شوط ونص شوط ونص للشوط لا مش شوط، لا هي طبعا منطقيا شوط، لا لان ما عشان كده بقول لك المباراه الثانيه، المباراه الثانيه الاهلي استعد ليها ازاي؟ عشان الاستعداد للمباراه الثانيه، استعداد للمباراه الثانيه هو اهم شغل زي ما قلت لك، تظبيط الشغل. النادي الاهلي عرف اخطائه، اتعلم من اخطائه المره اللي فاتت وادار المباراه صح من بدايتها. لو تتذكر في 2005 النادي الاهلي لما كان اتاهل لكاس العالم للانديه في اليابان، راح اول مره اتغلب الماتشين ورجع. لما تأهل السنة اللي بعدها 2006 راح بدري، راح قبل عشان كده خد المركز الثالث. ليه؟ لأن أنت بيبقى واضح استعدادك للمباراة جاي إزاي. مش مجرد النتيجة، الأهلي قبل كده كسب 2-0 عادي جدا وفي مباراة أقل توترا من كده، لكن الرهان ليس في مباراة القاهرة أو في مباراة مصر، الرهان في رأيي على مباراة الذهاب أو مباراة الإياب، أقصد العودة في بريتوريا، ده اللي هيبقى المباراة الكبرى للنادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت الساعة 3. 2-0 نتيجة حلوة؟ نتيجة جيدة طبعا في دور الأبطال، لأن أنت بتبقى صعب أفضل من 3-1، لأن 3-1 ده بيبقى 2-0 ترجح كفة الفريق صاحب الأرض، لكن أنت بتصعب عليه، محتاج 3 فيما لو بحيث أن الفريق ده ما يسجلش، اللي هو الفريق الفائز اللي هو النادي الأهلي في هذه الحالة. طبعا بنتمنى النادي الأهلي يسجل أو يهدف هناك عشان يربك له حساباته أكتر وأكتر، لأن كل ده بيصدر توتر أكتر لفرقة صن داونز. كمان غير أفضلية النتيجة للنادي الأهلي، كمان الخبرات، النادي الاهلي بيبان دايما في الماتشات الكبيره. طيب انا هكمل كلامي معاك بخصوص المباراه الذهاب تحديدا، بس نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهم حاجه يكون بيفرض اسلوب لعبه ويؤكد هدفه وطموحه في تخطي عقبه صن داونز، وقادرين باذن الله على تخطي هذه العقبه. بالتالي الاستراتيجيه اتكلمنا عليها، لكن هل يبقى في تنظيم دفاعي مثلا او في ميول دفاعي عند النادي الاهلي، ولا الاهلي هيلعب لعبه الطبيعي؟ لا، هيكون السن في ميول دفاعي طبعا، يعني على الاقل في حذر، لان انت هنا مش مطالب بقى خلاص ان انت تسجل اهداف، انت مطالب ان انت بالحفاظ على النتيجه بس. طبعا خير وسيله للدفاع الهجوم، يعني انت تقدر النادي الاهلي من خلال هجماته الخطره يقدر يخلي فريق صن داونز يتراجع غصب عنه لورا، لان انت لو انت تكتلت دفاعين خلاص انت بتسمح له بيها، ان هم هيبقوا متخوفين من استقبال هدف بالظبط. فانت اكتر انت العب على ده، انت الاهلي، النادي الاهلي رمى كل الضغوط من عليه والقى بيها على فريق صن داونز اللي هيلعب قدام جمهوره وعلى ملعبه، والتذاكر اغلبها اتباع تقريبا في ملعب لوكاس موريبي، فهيبقى كامل العدد، فريق قوي وفريق كبير في جنوب افريقيا وله جماهيريه كبيره جدا، فاعتقد كل ده بيزود الضغوط على فريق صن داونز وليس على النادي الاهلي اللي يقدر ان شاء الله يعمل نتيجه. تصريحات موسيماني رايك فيها ايه، سواء بعد الماتش او لغايه دلوقتي؟ هو يعني شغال في التنويم المغناطيسي على طول، وواضح ان هو لا يجيد الا التنويم المغناطيسي، بس هو مدرب فنيا رائع، هو فنيا رائع حتى، بس هو شغال في التنويم ما اعرفش يعني سلاح من اسلحته، بس خلاص بقى، ما هو احنا اتعلمنا الدرس اللي فاتت ونفعت بما خلاص، هي مره خلاص، مش هتضحك عليها كل مره يعني. فهو عمال يقول حتى بعد عمال يجيب بفايلر، وانا لو طلع السي في بتاعه انا دارس يعني، خلاص بقى يا عم، دي كوره في الاول وفي الاخر، دي كوره قدم، مش محتاجه كل اللي بتعمله ده. بس هو طبعا ناس محترمين، افريقيا الصغيره كلها بصراحه بتلعب كوره للكوره، بعكس لما بتلعب مع شمال افريقيا بنعرف نلعب بعض ازاي، صح؟ فالغيظ بقى والسوشيال ميديا والكلام، لكن ده مش موجود بكل امانه في فرق افريقيا السوداء بالظبط. طيب ده كان فيما يتعلق باستعدادات النادي الاهلي، اتكلمنا بتفاصيل كثيره جدا عن دور ربع النهائي تحديدا ومباريات الذهاب بشكل عام في هذا الدور، واتكلمنا عن فرص كل فريق، وبالتحديد اللي يهمنا النادي الاهلي ان شاء الله يكون موفق في مباراه الاياب ويتاهل لدور نصف النهائي. طيب خلينا نتكلم شويه عن بعض الاخبار المحليه النهارده من الشروق. استاذ محسن بيتكلموا على تصريح لوزير الشباب والرياضه بيقول ان الموسم القادم سيشهد عوده الجماهير بشكل كامل، تتوقع؟ لا
برضو؟ لا السبب ليه بقى؟ لان الجمهور ده الجمهور بيتلقى الـ 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 يعني بيتلقى معلوماته من الاعلام ومن اللعيبه ومن المسؤولين. انا النهارده دور الاعلام ان هو يدي رساله صح للجمهور. لما النهارده يطلع مش مسؤولين لما يطلع لعيبه زي ما حصل وهم هم اللي بيثيروا الفتنه او الراي العام، طب ما هو الجمهور بيقلده. يعني النهارده لما انا شفت مثلا بعض التيشيرتات اللي ماسكها جمهور الزمالك، طب ما هو انا ما اقدرش الوم الجمهور طالما اللاعب هو اللي عمل كده. اللاعب اللي بيحبوه بيعمل كده. اللاعب وبصراحه دي سقطه تاريخيه طبعًا، لان طبعًا. انت قائد لنادي كبير نادي الزمالك، شيكابالا لاعب موهوب، لاعب مهاريا لا غبار على ذلك، لكن التصرفات يعني جانبها بعض التوفيق، حتى لو كان في اساءه من الجماهير الامور دي ما تدارش بالشكل ده. يعني انا مع وقت هذه الفكره. في لعيبه لما بتيجي اسمها كده قدامك في ذهنك بتفتكر لهم القاب وبتفتكر لهم بطولات وبتفتكر لهم اهداف جميله واداء ممتاز. في لعيبه تانية بتفتكر لهم التصرفات. لا انا دايما بقول ان اللعيبة عمره قصير، عمره قصير. ليه؟ في كره القدم هيطلع النهارده تتفرج على سيره التحليه تلاقي كابتن حازم امام جنب كابتن عماد متعب. ما حدش ابدا اهلاوي يختلف على كابتن حازم امام، مفيش حد زملكاوي يختلف على عماد متعب، لان هو بيفرض باسلوبه هو بنفسه. النفس اللي تعرض ليه شيكابالا من جماهير الاهلي تعرض ليه سابقا واسوأ منه كابتن عماد متعب من جمهور الزمالك، ولم يبدر منه اي شيء. خلاص ما ردش خلاص طبيعي. خلاص ما فيش مشاكل. انت مش هتعمل عقلك بعقل الجمهور بقى، خلاص خلينا نتكلم. لكن لما انت تقود الجمهور يعني انا شايف بصراحه اسوأ حاجه بيعملها جمهور الاهلي والزمالك بكل امانه التيشيرتات اللي عليها صور شيكابالا وعليها صور كهربا وعليها صور مش عارف رمضان صبحي. لا دي كلام، احنا دخلنا مرحله سيئه جدا والناس بتفخر بذلك. دي يا جماعه اشارات مسيئه، حتى لو كانت بالبصق مش الاشارات الايحاءات اللي عملها شيكابالا. لا دي حاجه مهينه جدا طبعاً. انا مع ان احنا نهدى شويه. ازاي بعد ده كله يرجع جمهور؟ يعني ازاي بعد كل اللي بتحكيه ده يرجع جمهور؟ طب وزير الشباب ده بيقول كده بناء على ايه؟ اتمنى يقدر يوقد الفتنه قبل ما يرجع الجمهور. الفتنه يعني وقتها سهل جدا، ان كل فريق يخليه في حاله. يعني النهارده انا مثلا جمهور الاهلي راح اشجع احضر مباراه صن داونز، اشجع الاهلي ماشي، ما اقعدش اشتم في الزمالك زي ما حصل جمهور الاهلي في مباراه. جمهور الزمالك جاي يشجع مثلا فرقته ضد الترجي، ما تشتمش في الاهلي، ما تقعدش تتباهى بتيشيرت. حاجه بصراحه يعني حاجه مؤذيه جدا. حاجه حتى والد الطفل ادم كيكا الله يرحمه لطع عليك بكل امانه، يعني لطع عليك لطع عليك بكل امانه، ربنا يرحم ابنه. لكن لطع عليك بس اكيد طبعا كلنا قلوبنا معاه، بس لطع عليك على المشاهد دي. لما يكون الجمهور بيعمل كده هرجعه ازاي؟ اتمنى طبعا الجمهور يرجع، لان الجمهور هو عصب الكره المصريه، يعني هو اللي بيدي سبورت. شفت الجمهور عامل ازاي في ماتش الرجاء وفي ماتش الوداد؟ كامل العدد 60,000، انت النهارده ب 30 وشوف كسبت. هبالك لو اطلقنا العلان لجماهير الاهلي والزمالك، استاد القاهره ده هيتقفل، هيبقى بره قد اللي جوه واكتر منه. وهو ده استاد ليه سمي استاد الرعب؟ ما كانش كله بيجي هنا بيتغلب، بيخاف من الجمهور. النادي الاهلي لو تتذكر في نهائي كاس 2000 دور ابطال 2008 قدام القطن الكاميروني، الاهلي كسب 2-0 في اول 10 دقائق بأوائل الجمعه وفلافيو كسب. ليه؟ ان الفريق ما استوعبش اللي هو فيه. يعني حتى تصريحات فريق القطن الكاميروني ساعتها قال لك احنا قعدنا حوالي ربع ساعه احنا مش شايفين، مش عارفين احنا فين. هو دايخ هوب لبيته الجولين. ده دور الجمهور ماشي. لما الماتش ده يقام مثلا ب 20,000 و30,000 وشال، طب فين تكسب بايه؟ ده خالد هو اللي يكسبك. انت بتنزع من الفريق ده قوته. قوه الاهلي والزمالك في جمهور، هم اكبر قاعده جماهيريه في مصر، في الوطن العربي، في افريقيا، في الشرق الاوسط، لا غبار على ذلك. برجاء ان هو جمهور الاهلي يخليه في حاله وجمهور الزمالك يخليه في حاله. لا لا لا, لا سبك وشتمتك لشيكابالا هتكبرك ولا تقلل منه، ولا بنت ولا جمهور الزمالك سبك للعبة الاهلي هيكبرك ولا هيقلل من لعبة الاهلي. كل واحد خليه في حاله. لما يتقابل لازم ان اللعيبه نفسهم يكونوا على قدر على دي بقى المسؤوليه. ده امر مهم جدا. دي علامه استفهام. النهارده انا ما اقدرش الومه على الجمهور لما اشوف اللعيبه كده. صح. يعني لما اشوف لعيب بيعمل اعمال صبيانيه ما اقدرش الومه على الجمهور، ما هو الجمهور هو اللي بيقلد اللعيب. اتمنى طبعا الوزير الدكتور اشرف صبحي يصدق في قوله باذن الله. هو قادر على كده، بس قبل ما يعمل كده قبل ما يرجع الجمهور عليه ان يوقد الفتنه باذن الله. طيب عايز اتكلم معاك سريعا بخصوص خبر من بوابه سبورت، وبيتكلم عن قلق في المنتخب بسبب العقم التهديفي لثنائي الاهلي والزمالك اللي هو مروان محسن ومصطفى محمد. رايك ايه؟ والله هو مشكله طبعا الكابتن حسام بدري، بس طبعا عايز اقول بس الفرقتين لا يلامه. انا النهارده بلعب اللي بكسبه بلعبه طبعا. النهارده النادي الاهلي اخرج مروان محسن الغير موفق والغير محظوظ والغير حاجات كتيره بصراحه، والعب واشرك اليوباجي. انا وجهه نظري يبدا من الاول بعد كده خلاص. بس بالمناسبه مروان عمل مباراه كويسه. عمل ليه دور. دي ليه دور. حقيقه ليه دور وليه مهام عديده بيقوم بيها يعني. أكيد. بصراحه اكيد. بس لكن الناس دايما طبعا لما بيبقى مهاجم النادي الاهلي مركزين على انه يجيب اهداف. يعني ليه جمهور النادي الاهلي غضب من وليد ازارو؟
رغم انه بيسجل وبيعمل، لانه هو التهديف يعني التهديف احنا جايبينها عشان تسجل، تترجم كل ده اهداف. لو كان الاهداف اللي ضيعها وليد ازارو سجلها كان النادي الاهلي النهارده كان واخد بطولات ما حصلش عليها دلوقتي بالزبط. منها دوري ابطال افريقيا. ليه؟ لان هو بيهدر اهداف. ما هو انت النهارده ترجم لي الاهداف، انت اخر واحد بتسجل الجون. لما تضيع مجهود، لما بتسجلش ده بتضيع مجهود الفرقه. بنرجع لمرحله الصفر تاني لما محمود كهربا اهدر فرصه والمرمى خالي في مباراه الهلال. لو كان سجل الجون ده كان الاهلي بقى اول، بغض النظر بقى عن القرعه وديتك فين ولا جبت مين، بس انت كنت هتبقى الاول مش الثاني. كانت هتدي لك افضليه ان انت تلعب بره وبعدين مش يعني ايا كان طبعا قدر الله ما شاء فعل، والاهلي في كل الاحوال قادر يكسب. لكن انا بتكلم ان انت نزلك من ترتيب اول لترتيب ثاني بسبب لاعب. فطبعا سبب عدم توفيق ممكن يحل في اي لعبه، عدم توفيق بس لما بيلازم كتير المصطلح. لما بيلازم كتير بيبقى في علامه استفهام بصراحه. هو عند مروان محسن علامه استفهام انه كتير قوي يعني كترت قوي عند الجمهور بصراحه. حتى جمهور الاهلي بتاع السوشيال ميديا بيدعم ده بشكل ظريف شويه بس يعني لكن هو لعيب مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد مهاجم النادي الاهلي مهاجم خلال الفتره الجايه يقدر يحرز اهداف، لان احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيه وفي قدراته وقدراته كمان التهديفيه والمهام اللي بيكلف بيها المدير الفني وبيقدر بينجح فيها بشكل كبير جدا. لعيب مميز ومهم جدا مروان محسن وكل اللعيبه في الحقيقه. انا عايز اتكلم معاك سريعا على كلاسيكو الامس ما بين ريال مدريد وبرشلونه. رايك ايه وفوز ريال مدريد 2-0؟ في المجمل عايز اقول ان برشلونه دخل على سنين سوداء. ليه؟ ليه؟ لانه خلاص؟ لا هقول لك، هو من 10 سنين كان برشلونه عنده فريق من كوكب اخر طبعا. لكن النهارده الفريق ده لما افتقد عناصره اللي هي اساسيه جدا ما كانش لها البديل. لما افتقد انيستا ثم تشابي هرنانديز كارلوس بيول حتى نيمار لما جه ورحل، النهارده حتى ميسي خلاص بقى الكيرف بتاعه بينزل، السن ليه حكم. فالنهارده واضح مش لاقي اللي يساعده بصراحه. يعني امبارح ميسي بعد الماتش قعد يبص كده حواليه مش لاقي اللعيبه اللي لما كان في عزه ما كانش بيبص للكلام ده. كان شايل برشلونه كلها على اكتافه طبعًا. لكن بعدين انا حاسس ان ميسي عامل عبء نفسي على اللعيبه اللي حواليه. تحس اللعيبه اللي جنبيه كله عايزين يبصوا لميسي فمهتمين طبعًا. قوي بميسي ان هم يدوا له الكوره، مش مهتمين كمان بنفسهم ان هم ازاي يساعدوا ميسي. دي النتيجه دي حصلت والريال مدريد مش في افضل حالاته كمان. يعني ده ريال مدريد مغلوب على ارضه من السيتي 2-1 معمول عليه ريمونتادا بعد تقدم 1-0 و2-1 وكان ممكن تبقى 3 لو ان رامز ضحى بنفسه ومغلوب من ليفانتي في الدوري ومتاخر في الدوري. وانا شاكك ان اصلا ريال مدريد ياخدوا الدوري رغم ان هو افضليته على بعد وقت بعد المباراه الامس وافضليته على برشلونه، بس شاكك لان هو ليه ثغرات عبيطه كده بلغه الكوره. الفرقه مش اللي هي. حتى فينيسيوس لاعب بصراحه بيهدر اكتر ما بيسجل. حتى الكوره اللي جابها جون امبارح خبطت في بيكيه يعني عايز اقول مش هو اللي عمل حاجه. وبيكيه تاخر في الضغط تاخر والجون الثاني ده يحسب طبعا لادريانو اللي هو اسرع بديل يسجل هدف بعد 50 ثانيه من دخوله. كان ممكن لطشه من اللطشات تبقى نتيجه تعادل في الموسم. اول 50 ثانيه ما كملش دقيقه توفيق، بس هما كان يستحقوا بكل امانه. ريال مدريد يستحق امبارح الفوز زي ماتش الاهلي. الشوط الثاني الاهلي كان يستحق نتيجه اكبر من 2-0 كذلك ريال مدريد. لكن في المجمل ريال مدريد طبعا كان افضل، مش عارف كان يستحق الفوز عن جدارة يستحق. لكن على محب البارسا ان هم يجهزوا نفسهم لسنوات عجاف، لان واضح ان بعد ما ميسي يعتزل برشلونه هيعاني كتير جدا ده لو استمر في برشلونه، لان في كلام طالع ان هو احتمال يمشي. يعني تتوقع انه يمشي من برشلونه؟ ممكن لان في عروض من مش عروض يعني في بعض انديه امريكا ومش عارف قطر والحاجات اللي هي بيبقى بيفنشوا فيها دي، انه يجمع ما بين في نادي فيهم يجمع بين رونالدو وميسي. ممكن يعملوا ده ويختموا هما الاثنين حياتهم مع بعض وياخدوا ما تبقى من رونقهم في الملعب. رونالدو رجع امبارح البرنابيو وتابع المباراه، هل تتوقع عودته للفريق؟ هو بصراحه رحيله كان خطا، رحيله كان خطا لسبب، عشان ده احد اساطير ورموز النادي الملكي. 50 جون كل موسم بالظبط، وخطا من اداره النادي وخطا منه. هو طبعا محب للنادي، يرجع دي اعتقد صعبه يعني صعب. خلاص السن ليه حكم اعتقد صعبه شويه. 35 سنه الا اذا كان هيرجع كنوع من التكريم زي ما وجود ميسي بقى دلوقتي هيبقى نوع من التكريم. لكن هما ايا كان شابوا ليهم 10 سنين امتعونا بكل امانه يعني. اكيد بس استاذ محسن نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي الكبير ومدير تحرير الاهرام الرياضي كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده واستمرار في متابعه اخبار واستعدادات النادي الاهلي مباراه سان داونز. استنونا في حلقه بكره ان شاء الله. الى اللقاء.